صباح الخير أمي. صباح النور. وقفي لي على حيلك، وقفي يا بنتي وقفي. شوفي هذا اللي طلع بإيدك يا رؤية؟ ستك مخبية تياب، خليني جيب لك ياهن تلبسيهن إذا بدك. بنتي هلأ هيك بدك تأسري فيه للزلمة؟ احطي لك شوية حمرة على وشك على الأقل. بس ماما حبيبتي هو مو مثل الرجال اللي بتعرفيهم. علاك يا روحي، كل الرجال مثل بعضهم، حطي ببالك ما حدا فيهم بيفرق عن التاني بنوب. انتي غلطانة ماما، مروان غير الرجال وغير الكل. اسمعي انا رح حاول بالاول خليه يوثق فيني منيح، تمام؟ بعدين رح خليه يشوفني بحالة بتبكي الحجر، وهيك رح يصير بده يحميني. بعدين بتطلعي هيك بتلاقينا سوا. بس يكون بعلمك ما بظن هالخطة تنفعك بشي. بدها تنفع، بس وثقي فيني يا امي، انا ماشية بطريق صح، رح يصير خاتم باصبعي. حلال عليك يا حلوة، روحي فوتي فوتك. برافو. وانا اشتقت لك كثير حبيبتي، وانا اشتقت لك الا، واكيد رح اجي لعندك بالعطله الصيفيه. توعدني؟ بوعدك طبعا، بس هلا عندي شويه شغل لازم اشتغل. ماشي، بوسات يا قلبي. وانا كمان. يلا باي باي. اجيت سيد مروان، اهلا وسهلا. بس انا لسه ما خلصت ترتيب المكتب. ليش شو بدك تعملي كمان؟ ما كانت مرتبة الطاولة كتير. بس شو هدول؟ هدول ملفات لكل شي في مقابلات اليوم. انا طلعت لك ملخصات كل الاجتماعات، يعني هاد اخر اجتماع لك اليوم، وهون انا اسفة. ولا يهمك. وكمان هاي القهوة اللي بتحبها، جبت لك قهوة سادة مفلترة، ويمكن بتحب هذا البسكويت، انت اشتريت لك منه كمان. والله ليش الكذب، ما توقعتك تكوني مجهزة كل هاد من اول يوم. شكرا كتير، يسلم ايديك. انا ما بدي اياك تندم انك وظفتني عندك سيد مروان. ما بظن اني رح اندم بنوب. وكمان بدي اقلك رح اخذ ثيابك من عند الخياط بعد الظهر ووديهم على البيت. تمام، فيكي تاخدي المفاتيح من موسى. تمام، يعطيك العافية سيد مروان. صباح الخير مدام إسراء. هلأ جبت له قهوة للسيد مروان، قلت لحالي بجيب لك كمان. ليش معزبة حالك؟ شكرا. يي يي يي، بعتذر كتير منك، فتت بالسيرة بلا ما عرفك عن حالي. مدام إسراء اسمي رؤية، وأنا سكرتيرة السيد مروان. رؤية، أهلا وسهلا، يعطيك العافية. جيتي على المقابلة هداك اليوم، تذكرت سألتيني وين الباب الخارجي. مزبوط. ماشي، يعني سلم ايديكي على القهوة، كلك ذوق ولطف. العفو، صحتين وهنا مدام إسراء. رؤيا تفضلي مدام. انتي كمان هداك اليوم قلتيلي مدام إسراء، ونحن ما منعرف بعض، انتي من وين بتعرفيني؟ لقطيني هلأ مو هيك؟ خلاص تمام، رح اعترف أنا قبل ما أجي بحثت شوي، لأنه عن جد كان بدي هذا الشغل وكتير كنت بحاجته. بهيك حالة دورت على السيد مروان، وأنا وعم بعمل بحثي عنه وعن الشغل لقيتك. ما بتتخيلي يا مدام إسراء، أول ما شفتك كتير عجبني ستايلك، يعني شكلي كتير بالغت بدون ما أنتبه على حالي مو هيك؟ لا مو هيك، أنا بتشكرك على مجاملتك وعلى القهوة، يعني أعطيتيني طاقة حلوة من الصبح، شكرا. صحة وألف هنا. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.